السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. كلمة قصيرة، أسأل الله أن ينفع بها الجميع. أولا، ما أنعم الله على عبد بنعمة أعظم من نعمة الإسلام، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثانيا، لا يحسد إنسان على نعمة أعظم مما يحسد على الإسلام. الأدلة كثيرة. الدليل الأول، قال الله: ومن أصدق من الله قيلا. إذا قال الله خلاص قل صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الله يقول الحق تجلى لهم وظهر وبرز وعرفوا بأن الإسلام هو الحق، لذلك يحسدونك عليه، فما يحاربون دين كما يحاربون الإسلام. اثنين، قال تعالى: وودوا لو تكفرون. يتمنون أمنية أنك تكفر. ثلاثة، جاءت قريش إلى محمد صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى، فقالت: يا محمد، أجئتنا بهذا الدين رغبة بالمال؟ دافعك لهذا الدين أنك تريد أن تكون ثريا تتكسب من خلاله؟ فنجمع لك من المال حتى تصبح أغنى رجل فينا. قال صلى الله عليه وسلم: ما جئت راغبة بالمال، لا أسألكم عليه أجرا. قالوا: أجئتنا راغبا بالعز والجاه؟ توجناك علينا ملكا. قال: ما جئت راغبا بذاك. إذا لا إشكال أن يتميز عنهم صلوات ربي وسلامه عليه بالمال وبالجاه وبالسلطة بقدر ما أنه يتميز عليهم بالدين. سائلوا التاريخ واقرأوا التفسير، لماذا قتل ابن آدم شقيقه؟ أقتله لأنه أكثر مال أو جاه؟ قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن قتل لماذا؟ لأنه لم يصل إلى مستواه في الصلاح والتقى. لأن الإسلام نعمة من الله لا يستطيع أحد أن يوصلها إلى أحد. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لله المنة ليست لنا. ولذلك نجد العقلاء يحرصون على دعوة من يحبون ومن لا يحبون، ولكن الأقرب أولى بالمعروف. فهذا نوح: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما نجح. ومع زوجته ما نجح. وهذا لوط مع زوجته ما نجح. وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر الله عنه عبارات من ألطف العبارات وأرق النداءات وأعذب الحوارات مع والده: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. النتيجة: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ما استطع أن يدعوه. وخيرة خلق الله خليل الرحمن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. ويقول: بل على ملة عبد المطلب. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والأب الصالح والأم المشفقة
في سورة الأحقاف، والذي قال لوالديه أفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. ما نجح الأب المشفق والأم المشفقة والصالح والصلحاء كما في سورة الأنعام. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، هذا الإيمان العظيم الرحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد العقلاء يحرصون على أن يسألوا الله حسن الخاتمة. هذا إبراهيم ماذا يقول؟ واجلبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا يعقوب يجمع ابناءه حينما حضرته الوفاة ومن بينهم يوسف عليه السلام وبقية أبنائه، يذكر شيخ الإسلام إنهم نبئوا يعني أصبحوا أنبياء، يقول الله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اطمئن، يوسف بعدما بلغ من ما بلغ من التمكين في الأرض ماذا يقول؟ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يسأل الله أن يتوفاه مسلم ولم يغتر بما بسط الله له من الأرض، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومحمد صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا ولي الإسلام وأهله ثبت قلبي على دينك، لأن الإنسان ما يعلم قد يتزعزع. الإنسان يقول صلى الله عليه وسلم أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعض، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، يمسي مؤمن ويصبح كافر، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. مثال جبل بن الأيهم قبل المغرب من حجاج بيت الله الحرام يحج مع عمر، يلبي خلف عمر، يسير مع عمر، وفي الليل يرتد ويندم على ردته ويكابر، فيقول أبيات سطرها التاريخ على لسانه، لكن الكبرياء منعته من أن يعود إلى الإسلام، فقال أبيات تنصرت الأشراف، يعني عن نفسه، تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني فيها لجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني ليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر. حتى تمنى أنه راعي غنم ولا يعش هذا العز والجاه وهو على غير الإسلام. فاشكر الله على نعمة الإسلام. الإسلام دين منهج حياة يتولاك قبل أن يتزوج والدك أمك، يضع شروط للأم ويضع سنن قبل معاشرة قبل عدة دخول في الأم، ويضع سنن قبل مباشرة الزوجة، ويضع سنن أول ما يولد. والإسلام استلمك قبل أن يلتحق والدك بوالدتك حتى يوضع عليك اللبن. علم ماذا يصنع بك وكيف يختار اسمك وباليوم السابع ماذا يصنع لك.
علمنا كيف نقضي الحاجة، علمنا كيف نتطهر، علمنا كيف نتوضأ، علمنا كيف نستنجي، علمنا كيف نغتسل، علمنا كيف نأكل، علمنا كيف نشرب، جعلنا عندما ندخل البيوت نذكر الله، وعندما نخرج نذكر الله، وإذا أردنا نذكر الله، وإذا أصابنا الأرق نذكر الله، وإذا استيقظنا نذكر الله، وإذا دخلنا في الصلاة ماذا نقول؟ في القيام وفي الركوع وبالسجود وبتكبيرات الانتقال وبين السجدتين وفي التشهد والسلام وبعد السلام، ما ترك الإسلام لك مجال للاجتهاد الشخصي، أعطاك برنامج كامل لحياتك من أول إلى آخر موجود. هذا منهج حياة شامل، منهج شامل لحياتك وأنت صغير، خطاب للأب وخطاب للأم وخطاب للزوج وللزوجة وللأبناء، ويتبادل الأدوار بعدما تبلغ وتصبح رجل، تقوم بالدور الأب والبر بالأب، وهكذا الإسلام منهج ما فيه خدش، ما فيه جزئية أتحدى، تحدي أن تجد جزئية في الحياة ما تطرق لها الإسلام. كيف تتعامل مع جارك؟ كيف تتعامل مع قريبك؟ كيف تتعامل مع صاحبك؟ الضيف إذا جاء ما حقه 3 أيام يكرم، يعني جيب لي شيء في الإسلام. حتى مالك علمك كيف تتصرف فيه، وصدقتك نسبتها كم، وزكاتك نسبتها كم، وزرعك نسبتها كم، وإبلك نسبتها كم، وبقرك نسبتها كم، وغنمك نسبتها كم. ما في شيء تركه الإسلام، منهج كامل شامل لك الحياة. الإسلام منهج حياة، لأنه من لدن حكيم الخبير جل في علاه. أسأل الله أن لا يحرمنا رؤيته. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، لا تشبت من الأعداء ولا حاسدين. اللهم نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم احفظ لبلادنا أمنها وإيمانها، سلامتها وإسلامها، خيراتها واقتصادها، وفق ولي أمرنا وولي عهد لما تحب وترضى. خذ يا ربي بناصيتيهما للبر والتقوى، أصلح بهما يا ربي البلاد والعباد، اجعلهما يا ربي هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. انصر يا رب المرابطين على حدود بلادنا، اللهم ثبت أقدامهم، وانشر الرعب في قلوب أعدائنا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم بارك في هذه المنطقة، وبارك بأميرها ونائبه، وبارك بأهلها وسكانها، بارك يا ربي في هذا الجامع ومن بناه، ومن أمن الناس به، ومن أذن به، ومن قاموا على شؤونه، وجميع من صلوا معنا. يا ربي اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأولادنا ولأزواجنا وذرارينا وولاتنا وعلماءنا وجميع المسلمين. يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثري عيون الحسد في جنة الفردوس، فاكتبها لنا. اللهم اجعلنا ممن يبشرون بروح وريحان ورب راض غير غضبان، ونقول كما قال حسان: يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثري عيون الحسد في جنة الفردوس، فاكتبها لنا. أشكر الله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، أن يسر هذا اللقاء معكم. ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية وفرع الوزارة بمنطقة الرياض وجمعية الدعوة وتوعية الجاليات بحي السلي، والشيخ الكريم إمام المسجد ومؤذن المسجد وجماعة المسجد ومن نظموا هذا اللقاء والحضور الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في موازين حسنات الجميع، ويجعله حجة لنا لا علينا، شاهدا لنا لا علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.